وعن العوام بن حوشب قال نزلت مرة حيا وإلى جانب ذلك الحي مقبرة، فلما كان بعد العصر انشق فيها قبر، فخرج رجل رأسه رأس الحمار وجسده جسد إنسان، فنهق ثلاث نهقات ثم انطبق عليه القبر، فإذا عجوز تغزل شعرا أو صوفا. فقالت امرأة ترى تلك العجوز؟ قلت ما لها؟ قالت تلك أم هذا. قلت وما كان قصته؟ قالت كان يشرب الخمر، فإذا راح تقول له أمه يا بني اتق الله إلى متى تشرب هذا الخمر، فيقول لها إنما أنت تنهقين كما ينهق الحمار. لا حول ولا قوة. قالت فمات بعد العصر. قالت فهو ينشق عنه القبر بعد العصر كل يوم، فينهق ثلاث نهقات ثم ينطبق عليه القبر. نسأل الله العافية والسلامة. الجزاء من جنس العمل. سب هذا، وأتى به المصنفون دلالة على النهي عن السب، عن السباب. يسب أمه يقول أنت زي الحمار أصلا، يعني تنهقين مثل ما ينهق الحمار. فلما وفته منيته هكذا ينشق عنه القبر ويخرج. والجزاء من جنس العمل. والشيخ بن باز يقول ولقد حكى السلف ذلك، معنى في هذا الأثر أنه تحدث من مثل هذه الآيات الربانية تبارك وتعالى التي يظهرها الله عز وجل لعباده، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ومن العجيب أن أما كانت مع ابنها ومرت على مكان يبيع، الولد يبغى أخذ أمه إلى مكان يبيع الحيات والثعابين مثل الأشياء، مغرما بها، كان مغرما بالأشياء، فقال يا أمي أريد أشتري هذه الحية. قالت يا ولدي لا تستعجل، حجيك في قبرك من غير فلوس. هو كان تارك صلاة، يعني الأم على فطرتها السليمة، يأتيه الشجاع الأقرع، قالت له لا أبوي لا ولدي لا تستعجل، بيجيك في قبرك بدون ما تدفع فلوس. نسأل الله العافية والسلامة. شوف سبحان الله، سأل الله يتوب على الجميع وأن يعفو عن الجميع. هذا صلى الله عليه وسلم.